شوف شوف هذا واحد الديكور اللي هو واعر اللي هو عباره عن واحد الفيوزه كتشبه الساعه الرمليه. الشكل ديالو صراحه يبان زوين بزاف، ممكن لانه تستعمل كديكور في الصالون اولا في غرف النوم، بحيث لانه كما تيقولوا كيعطي واحد التاثير واعر بزاف وكيساعد على الاسترخاء في الاماكن اللي تيكون فيها الضوء قليل. وايلي انا بصح نجربوه هذا البرودوي هذا شحال هذه وانا باغي نجربه ولكن ما لقيتوش في المغرب، ولكن مؤخرا لقيته فغادي نجيبوه وغادي نجربوه. غادي نطلب جوج ديال الالوان وغادي نديروا ليه واحد التجربه وبقاو معايا حتى الاخر باش نعطيو جميع الملاحظات على البرودوي، حيت في الاول كنشوفوه كيفاش داير في الشكل وفي الاخر كنعطيو الملاحظات العامه. اي فوالا هو البرودوي وصلني او باقي مسدود باقي في الميكا ديالو باقي داير عليه السكوتش باش تعرفوا انني غنجربو معكم ديريكت لاول مره. بسم الله تبارك الله بعد التغليف ندور عليه الكارطون والميكا باش ما يتقاس حتى شي حاجه. فوالا انا خديت جوج ديال الشكيلات اولا جوج ديال اللوينات، الاولى ها الثانيه، نفتحهم على بركه الله. بسم الله اول حاجه بدا كيجيو في هذا الشكل هذا هو الشكيل ديال الكريطينه ديالهم، نقربها لكم باش تشوفوا. فوالا دابا نفتحوا هذه الكريطينه هذه الاولى كتجي وسط الفرشي هذا يعني الحمايه 100% باش ما يوقع حتى شي حاجه في الطريق. فوالا كتحيد هذه بحال هكا وكتلقاها الوسط كتحيد هذه اللعيبه هذه وكتجيب هذا الشكل هذا بحال شكل شي مرايه. الجاج ديالها صراحه قاصح شي شويه غليظ على حساب التهرات ولا هذه فوالا طيحتها يعني ما كتهرش. وهذا هو الستاند ديالها كيجي بهذا الشكل هذا هو اللي كتحط وسط منه. قبل ما نجربوها غنحطوها بحال هكا ونجبدوا الاخرى حتى هي باش نجربوهم بجوج دقه واحده. هذه في الوين اخر هذه في الموف. هذا بالنسبه للستاند اللي كتحط عليه عنده هذا الخيط هذا طويل شي شويه قريبا تكون فيه متر وشي حاجه، وعنده هذا المنفذ ديال USB يعني ممكن ديروا مع الشارجور ديال التليفون اولا مع البي سي، المهم اي حاجه عندها مخرج USB. فوالا هذا هو الوين الثاني كما قلنا نحطوهم بحال هكا. لاحظت واحد القضيه هذه الموف هذه فيها بحال فيها اكثر من الخضره، شوف الكميه ديال الرمله هذه اللي فيها، ولكن ماشي مشكل حنا المهم اللي تيهمنا دابا هو الديكور تاع الله يكون زوين كما شفنا في البدايه ديال الفيديو. فوالا جبت الشارجورات ما قربتش لكم بعدا تشوفوا الشكل ديالها وهي طافيه قبل ما نشعلها. فوالا هذا هو الشكل ديالها وهي طافيه هذه الخضراء وهذا الشكل ديال الموف، يعني طبيعه الحال كل لون اللوين اللي كيفضل، كاين اللي يبغي الحمار كاين اللي يبغي الزرق. بسم الله على بركه الله هذه الاولى وهذه الثانيه. فوالا كما كتشوف هنا عندي هذا البوطون هذا الا بركت عليه كيطفى الا عاودت بركت عليه كيشعل. دابا غادي نقلبهم باش نشوفوا الشكل ديالهم كيفاش غادي يجيو مع الضوء، ومن بعد بطبيعه الحال خصني نطفي الضوء باش يبانوا اكثر حيت هما هادو كيخدموا على شكل بحال شكل فيوزات كيعطيو داك المنظر الزوين ملي تيكون الظلام بالخصوص، يعني كيديروا مثلا بيت النعاس اولا في الصاله في الليل في شي كليسه اللي كتكون هادئه او لا ما شابه. دونك بسم الله نقلبوها دابا بحال هكا كتهبط من هنا بشويه بشويه تهبط بشويه بشويه حتى تهبط كامله لتحت. نشوفوا هذا اللوي الاخر حتى هو فوالا هذا هو الشكل ديالهم بجوج. دابا غادي نطفي الضوء نشوف كيفاش جاوا ونحاول نقرب الكاميرا لعندهم باش يبان داك الديكور تيهبط بشويه بشويه. فوالا هذا هو الشكل ديالهم والضوء طافي، داك الرمله كتهبط بشويه بشويه. ما عرفتش صراحه شحال ديال الوقت كدوز واش الساعه باش كتسالي اولا ما عرفت. المهم اللي فيها هو انه هاد الرمله ملي كتهبط يعني كدور بشكليه دويه ما كدورش راسها. فوالا وهذه هي الخضره ايها تبان لكم صراحة الديكور ديالهم زويون تيهبطوا بواحد الشكل اللي هو خفيف. شوف داك الرملة كيفاش كتدفق منهم، شوف الخضرة كذلك حتى هي صراحة والله إلا الشكل ديالهم زويون. وهذا هو الشكل ديالهم في آخر المطاف بجوج. وآخر حاجة الملاحظات اللي عندي على هاد البرودويات هادو في آخر المطاف، كنت كنتخيلهم صراحة يكونوا كبر من هكا شي شوية. الحجم ديالهم هو الكف ديالي، الحجم ديالهم تقريبا على قد الكف ديالي. الملاحظة الثالثة هي أن الإضاءة ديالهم خافتة يعني ما كتزعج في الليل فاش يكون الضوء طافي، ولكن كانوا يكونوا أحسن وكان مثلا كيديروا راسهم يعني مثلا ملي كتسالي الساعة وكيهبط الرملة هذه كاملة تهبط يعني كيعاودوا يديروا راسهم ولا شي حاجه. والملاحظه الرابعه هي انهم كيداروا في الضوء يعني كيداروا في الشارجور، خصهم شي شارجور ديالهم اللي هو خاص وكانوا صراحه كيتشارجوا كانوا غادي يكونوا احسن، ولكن بالنسبه للتقييم ديالي ليهم بصفه عامه غادي ياخذوا 4 ديال النجوم من اصل 5. وباش تنساوش تقولوا لي انتم شنو الراي ديالكم فيهم. وبالنسبه للاصدقاء اللي عجبهم هادو وبغاو ياخذوا بحالهم غنخلي لكم الرابط ديالهم في اول تعليق.